احسن البلدان، في ارقى البلدان، في ارقى الديمقراطيات، في احسن الاحوال، السجين عندما يذهب الى السجن في هذه الديمقراطيات التي تدعي حقوق الانسان، فيها السجين في احسن الاحوال يعمل، يجبر على عمل دون ان يعوض ويكون له مبلغ من المال، مبلغ منصف من المال. فاليوم ترون السوق الغربيه في كثير من البضاعات غارقه بالبضاعات التي مصنوعه على يد السجناء دون ان ياخذوا مقابل مالي وراتب شهري على هذا العمل، لانه مجرد انه سجين وانا المشرع القانوني اريد ان انتقم من هذا السجين اجبره على عمل في مقابل لا شيء، مقابل لا شيء.